احنا تعودنا كده في صباح الخير يا مصر ان احنا دايما نعيد على ابناء مصر في الخارج ونشوف احتفالاتهم اللي بتبقى ليها كده طابع مميز، بتبقى عامله ازاي، بيقدروا ان هم يعملوا لنفسهم حاله من الفرحه ومن خلال فعاليات كده وتجمعات وخروجات وزيارات بيعملوها. ده اللي بيميز كده ايه ابناء مصر في الخارج. لكن احنا النهارده معانا يعني جاليه عايشه في دوله عربيه، جاليه مصريه عايشه في دوله عربيه، فيمكن الاحتفالات يمكن شبهنا شويه، فده اللي هنعرفه معانا عبر الهاتف دلوقتي دكتوره داليا البيلي ممثله الجاليه المصريه بالكويت. صباح الخير عليكي. صباح الخير استاذه بسام، صباح الخير استاذ مصطفى، يومكم مبارك وعيدكم سعيد، واشكر حضراتكم وجميع القائمين على برنامج صباح الخير يا مصر. اهلا بيكي يا دكتوره داليا، واكيد الجاليه المصريه في الكويت جاليه كبيره وجاليه قديمه وجالية بنشوفها في كل المناسبات، يعني بنشوف فيديوهات بتجيلنا من الكويت للمصريين في الماتشات، بنشوف دايما بيبقى ليهم أجواء معينة. أكيد يوم عيد الأضحى يعني في طقوس معينة المصريين بيتلموا فيها، بتعملوا إيه في الكويت؟ إحنا جالية مصرية موجودة في دولة عربية بيجمعنا الحب والأخاء، وبيبقى طبعا في تشابه في العادات والتقاليد في الاحتفالات بالأعياد وبخاصة في عيد الأضحى. إحنا بنبدأها الصبح بالتوجه للساحات لصلاة العيد زي مصر بالظبط. إحنا عندنا بيبقى في ساحات بتحددها الحكومة الكويتية بنتجمع فيها كجاليات، مختلف الجاليات منها الجالية المصرية وأيضا مع إخواتنا من الكويتيين لصلاة العيد. بعد كده بنتوجه للأماكن اللي بتكون محدداها الدولة الكويتية للقيام بطقوس ذبح الأضحية وتوزيع اللحوم على الفقراء والمحتاجين والتهاتي فيما بيننا فيما خصصه الله سبحانه وتعالى في تعاليم وتقاليد ذبح الأضحية. بعد كده بنتجمع للتهنئة، بيكون في زيارات ما بين الأصدقاء والأهل والأقارب. إحنا كمصريين بنكون حريصين على عاداتنا ومأكولاتنا وطقوسنا في مصر. طبعا كتير من المصريين بيكون حريص على أنه يسافر في المناسبة دي لقضاء العيد في مصر والقيام بالأضحية في أيوة. أنتوا كجالية بقى بتعملوا إيه يا دكتورة؟ يعني خلينا نخش في صلب الموضوع، هل الجالية المصرية ليها مثلا تجمعات؟ هل النادي المصري بيعمل حاجة؟ هل مثلا المصريين مثلا اللي عايشين بقى لهم فترة ليهم طقوس؟ الدكاترة المصريين الأساتذة في الجامعات، العمال المصريين بيعملوا حاجة؟ كلمينا على المواضيع دي يا دكتور. هو بالنسبة للدكاترة المصريين وغالبية والكوادر، بس احنا مش كمصريين بس، يعني احنا كمصريين مختلف الكوادر الطبية كتير مننا بيكون في الدوامات لان بيبقى عندنا نبطشيات واحنا بيكون عدنا في راحة المرضى وفي خدمة الناس. بالنسبة طبعا كجالية مصرية في الكويت زي ما قلت لحضرتك احنا بنحرص على تبادل التهاني. التجمعات طبعا في الاماكن العامة حاليا بتكون صعبة لان زي ما حضرتك عارف درجة الحرارة بتكون عالية، لكن بنحرص على تجمعات في اماكن بتكون مغلقة، يعني بحيث ان احنا يبقى في يعني تبادل التهاني، وجود اجواء تكون طيبة. طبعا في نقطة هامة جدا ان احنا ما بنقومش بأي تجمعات الا بتنسيق من السفارة المصرية والحكومة الكويتية، لان احنا كجالية مصرية في الكويت زي ما حضرتك تفضلت وقلت احنا جالية عددها مش قليل، واحنا بنحترم القوانين والتعليمات المنظمة للتجمعات في الدولة الكويتية. زي ما حضرتك عارف كل دولة بيكون ليها القوانين المنظمة للتجمعات، لكن احنا كجالية مصرية في الكويت بيعمونا الفرحة والمحبة وتبادل التهاني برضو من يعني من النقاط اللي انا انول ليها تبادل التهاني مع صحيح. اخواتنا صحيح. اقباط المصريين في الكويت لازم بيكون في تبادل التهاني، بيبعتوا لنا تهاني واحنا بنبادلهم المحبة بقيادة الاب الغالي بيقول اللي بيحصل راعي الكنيسة المصرية في الكويت اللي بيحصل في كل عيد على التواصل الهاتفي معانا، وكلنا تواصل كريم هاتفي انت. كل سنه وحضرتك طيبه يا دكتوره، وكل سنه وكل المصريين في دوله الكويت الشقيقه بكل صحه وامن وخير وسعاده. بنشكرك يا دكتوره داليا البيلي ممثله الجاليه المصريه في الكويت.